الفقرات من الأولى، الفقرة الأولى لوحدها دي بنسميها الفقرة الفهقة أو بنسميها الفقرة الأولى. بعد كده الفقرات من 2 لـ 8 بنسميها الفقرة العادية. بعد كده الفقرة رقم 9 بنسميها الفقرة العجوزية. الفقرة الأولى هي الفهقة، والفقرة 9 هي الفقرة العجوزية. الاتنين دول بيختلفوا عن الفقرة العادية. الفقرة العادية دي بتمثل التركيب المثالي للفقرة أو التركيب النموذجي للفقرة في الجهاز الهيكلي للضفدع أو في العمود الفقري للضفدع. هلها بتتكون من إيه؟ أول حاجة عندنا مركز جسم الفقرة. فوق مركز جسم الفقرة هنلاقي عندنا حاجة بنسميها القوس العصبي، بيحصلوا بينهم ثقب بنسميه الثقب العصبي، ده اللي بيمر فيه الحبل الشوكي. القوس العصبي ده هنلاقي بيحمل في منتصفه شوكة عصبية بتبقى موجودة من الناحية الظهرية. طيب هنلاقي على جسم الفقرة ده في نتوءان مستعرضان، ادي النتوء وادي النتوء، وادي شكلهم في المنظر الجانبي. النتوءان المستعرضان دول بيعملوا على اتصال الفقرات بالعضلات. هنلاقي في كمان على الجانبين بتوع القوس العصبية في عندنا النتوءان النيران الأماميان والنتوءان النيران الخلفيان. النتوء النيري الأمامي بيعمل على اتصال الفقرة مع الفقرة اللي قدامها، زائد إن جسم الفقرة بيبقى مقعر، فبيتمركز مقعر من الأمام ومحدب من الخلف، فالتقعر ده بيتمفصل مع التحدب اللي في الفقرة اللي قدامه. يبقى الفقرة بتتصل بالفقرة اللي قدامها عن طريق حاجتين، عن طريق مركز جسم الفقرة وعن طريق النتوء النيري الأمامي. طب بتتمفصل مع الفقرة اللي وراها ازاي، او بتتصل مع الفقرة اللي وراها ازاي؟ عن طريق برضو مركز جسم الفقرة وعن طريق النتوء النيري الخلفي. النتوء النيري الخلفي ده هتصل بالنتوء النيري الأمامي للفقرة اللي وراه، ومركز جسم الفقرة التحدب ده هيدخل في التقعر اللي في الفقرة اللي وراه. ده بالنسبة للفقرة العادية. طيب الفقرة الأولى في فقرات وراها؟ لا، وبالتالي هنلاقي مفيش نتوءات نيرة مستعرضة ومفيش نتوءات نيرة أمامية. النتوء النيري المستعرض عشان احنا قلنا وظيفته ايه؟ هيتمفصل او هيعمل على ربط، على الربط مع العضلات ما بين عمود الفقرة والعضلات. والنتوء النيري الأمامي هيتمفصل مع الفقرة، تمفصل مع الفقرة اللي قدامها. طب الفقرة الأولى مفيش الكلام ده، وبالتالي مفيش نتوء نيري أمامي. أمال هلاقي في نتوء نيري خلفي عشان النتوء النيري الأمامي بتاع الفقرة رقم 2 هيتمفصل عليه. ماشي؟ فهنلاحظ إن الفقرة الأولى هتختلف في إيه؟ ما فيهاش نتوءات مستعرضة، ما فيهاش نتوء نيري أمامي. هنلاقي كمان إن جسم الفقرة أصغر من الفقرة العادية. هنلاقي إن في عندنا ظاهرة أو موجود حاجة بنسميها السطحان اللقميان موجودين على جسم الفقرة، دول هيحصل عليهم تمفصل ما بين الجمجمة، اللقمتان القزلتان اللي في الجمجمة هيتمفصلوا مع السطحان اللقميان اللي في الفقرة الأولى. الفقرة التاسعة هنلاقي الفقرة التاسعة برضو فيها تحول. أول حاجة الفقرة التاسعة دي هتتمفصل مع العصعص والحزام الحوضي، وهتتميز بإيه؟ هنلاحظ إن النتوء النيري المستعرض عريض هنا أو مفلطح. ليه؟ عشان يتصل بالحزام الحوضي. كمان النتوء النيري الخلفي مش موجود. أمال النتوء، هنلاحظ كمان إن إيه اللي بيحل محله؟ بيحل محله سطحان محدبان. السطحان المحدبان دول عشان يتمفصلوا مع السطحان المقعرين اللي موجودين في الإيه؟ في العصعص. العصعص هنلاقيه عبارة عن عظمة طويلة تبقى موجودة في نهاية العمود الفقري، بتمثل عدد من الفقرات الزلالية المندمجة مع بعضها، وفيها تقعر في الجزء ده اللي هيتواصل مع التحدب الموجود في الفقرة الايه. ده شكل بيوضح، ادي الفقرة الاولى، ادي الفقرات من 2 ل 8، ادي الفقرة العجوزية، وادي العصعص. بعد كده هنتكلم على القص. القص متصل بالحزام الصدري، المفروض ان احنا هنتكلم عنه مع الحزام الصدري، ولكن احنا هناخد فكرة عنه. القص هو الجزء ده، القص عليه بيتركب من جزئين، القص السيفي وده بيتصل بالحافتين الخلفيتين للغراب العلوي، عشان كده هنتكلم عنه مع السطح او مع الحزام الصدري. وهنلاحظ الغضروف السيفي، وده جزء غضروفي تركب معظمه من غضروف زجاجي. بعد كده هنتكلم على الهيكل الطرفي، ده كده الهيكل المحوري اللي في نص الجسم، بيقسم الجسم من النص بالظبط. عليه حاجة هيكل طرفي في اليمين وفي الشمال. هنلاقي عندك الحزام الصدري بيتمفصل عليه الطرفان الأماميان، الحزام الحوضي بيتمفصل عليه الطرفيان الخلفيان. نبدأ نتكلم على الهيكل الطرفي. أول حاجة هنتكلم عنها الحزام الصدري.
ألاحظ أن الحزام الصدري بيعمل على تدعيم الطرفين الأماميين، الطرفين الأماميين بيفصلهم عليه. كمان الحزام الصدري بيحمل على عماية الأعضاء الموجودة اللي توجد في الجزء الأمامي من الجسم. الحزام الصدري هنلاحظ إنه عبارة عن حلقة غير كاملة من العظام، الناحية من الناحية الصدرية العظمتين الاتنين دول مشوطين لبعض، ده من الأمام أهو، من الظهر الحلقة غير كاملة تتصل بالعمود الفقري بواسطة عضلات خاصة. لاحظ إن الحزام الصدري بيتكون من نصين متماثلين. الحزام الصدري هيبقى بيتكون من عظمان الغرابيان العلويان، في النص ادي عظمتين اهوت، عظمان الغرابيان العلويان الايمن والايسر. خلاص كل منهم. بعد كده هنلاقي في عندنا عظمه الغرابي، لها عظمه عريضه شويه او مفلطحه شويه. بعد كده عندنا عظمه الترقوه، عظمه الترقوه لها رفيعه نسبيا لما نقارنها بالغرابي. هنلاقي ان الثلاث عظمات دول اللي هو العظمان الغرابيان العلويان والغرابي والسوق بالغرابي بيحصرهم بينهم حاجة، آسف، وهنا وعظمة الترقوة بيحصروا بينهم تجويف بيسمى السوق الغرابي. كمان هنلاقي إن عظمة الغرابي وعظمة الترقوة من الجنب بيتصلوا مع بعض، وبعد كده بيتصلوا بعظمة اللوح، أو متصلين مع بعض من هنا وبيتصلوا بعظمة اللوح. عند اتصال الترقوة بالغرابي بعظمة اللوح في تجويف بيتكون هنا بيسمى التجويف الأروح، يسمى التجويف الايه؟ الأروح. التجويف ده بيبقى بيبيت فيه الرأس بتاعت العضد بتاعت الطرف الأمامي، رأس العضد في الطرف الأمامي هي اللي بتبيت في التجويف ده. كمان هنلاحظ إن الغرابي والترقوة لما يتحدوا مع بعض عند اتصالهم في جزء بيبرز زيادة كده، تمام، بيبرز عند اتصال اللوح بالترقوة، عند اتصال اللوح بالترقوة في جزء بيبرز بيسمى النتوء الأخرمي. هنلاحظ إن اللوح هنا ده التركيب بتاعه في الوضع الطبيعي، وده لما فردنا اللوح العلوي. اللوح العلوي هنلاحظ إن اللوح هنا متصل ب جزء غضروفي عريض، هو اللوح العلوي ده اللي بينتني لورا ويبقى موجود في الناحية الظهرية. طيب يبقى احنا كده عندنا ايه الأجزاء العظمية اللي موجودة في الحزام الصدري؟ عندنا الغرابي، عندنا الترقوة، عندنا اللوح، وجزء صغير من اللوح الايه؟ العلوي. أما بقية اللوح العلوي فعبارة عن غضروف متكلس أو غضروف زجاجي. وزي ما اتكلمنا ان احنا عندنا هنا القص متصل بالغرابان العلويان، وده بيتكون من القص السيفي والغضروف السيفي، وان القص ده بيعتبر تبع الجزء الهيكلي المحوري، ولكن احنا هنتكلم عنه مع الحزام الصدري عشان اتصاله بالحزام الصدري. بعد كده عندنا الحزام الحوضي. هنلاقي ان الحزام الحوضي ده بيدعم الطرفين الخلفيين او بيتمفصل عليه الطرفين الخلفيين، بيتركب من نصين متماثلين. ده شكل الحزام الحوضي وهو لوحده، ده شكله في وضعه الطبيعي اتصاله بالعصعص والفقره التاسعه او الفقره العجزيه. هنلاحظ ان الحزام الحوضي على شكل حرف يو بيتكون من ثلاث عظام ملتحمه مع بعضها. اول عظمه، العظمه الطويله دي بنسميها الحرقوفيه او عظمه العظم الحرقوفي او الحرقوفه، واللي هي طويله وتتصل بالنتوء المستعرض للفقره الايه؟ التاسعه. بعد كده العظمه الثانيه بتسمى عظمه الورك، اهيت دي عظمه الورك، ودي بقى موجوده في الجهه الخلفيه الظهريه. بعد كده عظمه العاني او العاني، وده بقى جزء غضروفي يبقى موجود في الجهه الخلفيه البطنيه، وده العظمتين الاثنين بيتحدوا مع بعض عشان يكونهم جزء بيسمى بالارتفاق العاني. هنلاحظ ان التحام الثلاث عظام دول مع بعض، او عند اتحاد اللي هو عظمه الحرقوفه وعظمه العاني وعظمه الورك، عند اتحادهم مع بعض او اتصالهم مع بعض بيتكون جزء بيسمى التجويف الاروح. هنلاقي تجويف صغير بيسمى تجويف الاروح، او اسف يسمى تجويف الحق، تكون جزء صغير يسمى تجويف الحق.
ده بيتمفصل مع رأس عظمة الفخذ، ده اللي بيتمفصل في رأس عظمة الايه؟ الفخذ. يبقى تجويف الحك ده ناتج من اتصال الحرقوفة مع عظمة العاني مع الورك، والتجويف ده او تجويف الحك ده اللي بيتمفصل عليه عظمة الفخذ بتاعت الطرف الايه؟ الخلفي. نيجي بعد كده عندنا الطرفين الاماميين، ده شكل الطرف الامامي، عظمة العضد الكعبري الزندي، وبعد كده اليد، ادي رسغ اليد وادي مشط اليد وادي السلميات. ناخدهم عظمة عظمة كده مع بعض. هنلاحظ ان اول حاجة في الطرف الامامي عظام العضد، ودي الرأس اللي بتبيت في التجويف اللي اتكلمنا عنه في الحزام الصدري، تمام، واللي هو التجويف الاروح. هنلاقي ان الرأس هنا بتبقى متضخمة وتتمفصل مع تجويف الاروح في الحزام الصدري، وعندنا الساق تبقى طويلة ويظهر على السطح الداخلي لها بروز بيسمى الحيد الدالي، ده يتثبت عليه بعض عضلات الطرف الأمامي. وعندنا الجزء الأخير بيسمى البكرة، وده اللي هيتمفصل مع العظمة اللي بعديه اللي هي الكعبري الزندي. هنلاقي الكعبري الزندي عبارة عن عظمة مزدوجة بتكون من عظمتين اتنين، الكعبرة للداخل والزند للخارج، والاتنين بيتحد. بيلاحظ ان في مكان اتحادهم في ميزاب صغير كده او جزء مندمج للداخل شوية كده. هنلاحظ ان عظمة الزند هنا بتمتد شوية عشان تكون نتوء بيسمى نتوء المرفق، النتوء ده اللي مبيخليش المرفق ينتهي للخارج. بعد كده اهو ادي هنا تمفصل، ادي الطرفين الاماميين تمفصلهم مع الحزام الصدري. بعد كده عندنا رسغيات اليد اللي عبارة عن 6 عظام، اهم 6 عظام في صفين اتنين، كل 3 منهم في سطح. بعد كده عندنا امشاط اليد، ودول 4 عظام بتدعم راحة اليد. بعد كده عندنا السلميات، السلميات دي عظام رفيعة بتدعم الاصابع، هيختلف عددها من اصبع لاخر، بنمثلها بصيغة بتسمى الصيغة الاصبعية للطرف الامامي، وهي من الداخل للخارج 2 2 3 4، 2 2 3 4 من الداخل للخارج. بعد كده عندنا الطرف الخلفي، ادي الطرف الخلفي وهو متمفصل مع الحزام الحوضي في تجويف الحق، وبتلاقيه بيتكون من 3 عظام اساسيه، الفخذ والقصبي الشظوي، وبعد كده القدم، رسغ القدم، مشط القدم، سلميات القدم. يبقى عندنا زي ما قلنا اول عظمه عندنا هي عظمه الفخذ، وهنلاقيها اول حاجه عند في التكوين بتاعها هي الراس، وده زي ما قلنا بيتوصل مع تجويف الحق. بعد كده الساق بتبقى طويله ويظهر فيها بروز بيعرف بالحيد الدالي بس علينا اقل من اللي موجود في العضد في الطرف الامامي. بعد كده عندنا اللقمتان، ودول موجودين في النهايه اللي هيتمفصلوا مع العظمه اللي بعدها اللي هي القصبي الشظوي. القصب الشظوي هنلاحظ ان هي برضو عظمه مزدوجه تركب من عظمه القصبة للداخل وعظمه الشظي للخارج، وهنلاقي ان هم ملتحمين وفي ميزاب في الطول ما بينهم وبين بعض او جزء مندمج للداخل ما بينهم وبين بعض. بعد كده عندنا رسغيات القدم، هنلاقي 4 عظام في صفين، 4 عظام في صفين في اليد، رسغيات اليد قلنا 6 عظام في صفين. بس هنا في حاجه ان الصف الاولاني منهم بيكون الخنزاع العقبي، بتبقى العظمه فيه طويله شويه، تمام، يسمى جزء منهم او الداخل منهم بالخنزعي، ده اللي هيتصل بالقصبه، الخنزعي ده اللي هيتصل بالقصبه من هنا، والخارجي منهم بيسمى بالعقبي، وده اللي هيتصل بالشظي، يبقى دول اللي هيتمفصلوا مع ايه؟ مع بعض. الصف الثاني هيحتوي على عظمتين اتنين ايه؟ صغيرين. ادي اهوت، والعظمتين التانيين بيبقوا ايه؟ صغيرين. عندنا امشاط القدم هنلاقيهم 5 عظام طويله، وعظمه 6 صغيره بتسمى الطنف اهي. تمام؟ الصيغة الإصبعية للطرف الخلفي هي 2 من الداخل للخارج، 2 2 3 4 3، احنا قلنا الطرف الخلفي 5 أصابع، الصيغة الإصبعية بتاعته 2 2 3 4 3 من الداخل للخارج، 2 2 3 4 3. هنلاحظ إن في عظام الطرف الخلفي خاصة رسغيات القدم هنلاقيها طويلة، تمام، علشان كده ده اللي بيكسب الطرفين الخلفيين طول اكبر، وبيساعده الضفدع في عمليه القفز عشان العظمتين دولت اللي هما في رسغيات القدم اللي واخدين استطاله اكتر من اللي موجوده في الطرف الامامي.